مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة. بإذن الله تعالى خلال برنامجنا وحلقتنا اليوم راح نتناول معكم ونقرأ أبرز الأخبار التي طالعتنا بها صحفنا المحلية اليوم الاثنين. اليوم يعني الشأن المحلي يمكن هو الطاغي على صحفنا المحلية ابتداء اليوم، يعني من تعيين الوزيرين اللي بالأمس يعني صحفنا المحلية ذكرتهما، وهما وزير التربية الدكتور العيسى وكذلك وزير العدل والأوقاف الصانع، إلى اليوم أدوا اليمين الدستورية أمام سمو الأمير حفظ الله. سمو الأمير حفظ الله يعني كعادته وجه توجيهات للوزراء وللحكومة لطبعا تطوير الأداء الحكومي، وطالبهم بالمزيد من الإنجاز والالتزام بالنهج السليم للقانون ولتحقيق الإصلاح الشامل. توجيهات سديدة من سمو الأمير دائما يتحف بها الحكومة ويتحف بها الوزراء بعد أن يعني اكتمل تشكيل الحكومة. الآن الحكومة اكتملت 16 وزير، وبالتالي ستدخل الحكومة دور انعقاد وهو يوم الثلاثاء وافتتاح جلسة مجلس الأمة، وهي مرتاحة تستطيع الآن التصويت على اللجان، على المراقب، على أمين السر. بلوك كامل 16 صوت تملك الحكومة، بالإضافة طبعا إلى النواب المحسوبين عليها، وبالتالي راح تكون أكبر كتلة في مجلس الأمة هي كتلة الحكومة، وهي كتلة منظمة وهناك تضامن وزاري، وبالتالي الكل سيتوجه وفقا لسياسة الحكومة وأجندتها في المناصب في البرلمان وفي مجلس الأمة. إذن صباحا اليوم الأحد تم اكتمال الحكومة، مساء كان هناك يعني التقاء بين السلطتين، بين في ديوان الغانم بين الحكومة ممثلة برئيسها والوزراء وكذلك رئيس مجلس الأمة والأعضاء. اليوم كانوا على مأدبة عشاء لدى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. الغانم خرج وصرح تصريحات أكد بأن لا حل للمجلس، ويذكر أن إنجازات المجلس تغيظ البعض، وذكر بأن ما يحدث وما يروج للبعض غير صحيح. أكثر من وزير خارج وتحدث، ويمكن اليوم من أهم كذلك تصريحات وزير النفط علي العمير اللي أكد بأن علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية شقيقة، علاقات متينة ولا يمكن أن يؤثر عليها أي موقف أو يعني حادث بسيط. ما حدث بالخفج هو مجرد أمر بسيط جدا لا يسيء ولا يخدش بالعلاقات المتينة والعلاقات الأخوية والشقيقة بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية وإخوانهم في الكويت. تصريحات الكثير يعني كذلك من نواب من وزراء في تصريحات اليوم كثيرة حول هذا الموضوع. هذه تقريبا مشاهدينا الكرام اليوم يعني على المستوى الحكومي وعلى المستوى البرلمان، يعني اليوم أجواء فعلا برلمانية حكومية وفيها تحركات كبيرة جدا. على مستوى يعني التصريحات اللي فعلا تلفت الانتباه اليوم كانت تصريحات للنائب السابق مبارك دويلة. اليوم مبارك دويلة صرح تصريحات مهمة جدا وطالب يعني باللجوء إلى الحوار، وأكد بأن المعارضة في مرحلة التوهان وطالب بمزيد من التنازل كما وصفه مبارك دويلة. ومبارك دويلة طبعا معروف من القيادات الكبيرة في حركة الإخوان المسلمين، وهو يعني من القيادات الأولى والصفوف الأولى في هذه القيادة، وبالتالي تصريحات اليوم قاعد تؤكد بأن هناك فعلا خلف الكواليس ما خلفه من مطالبات لنواب السابقين أو نواب الأغلبية المطلة. الآن بدأت أول تصريحات كانت من عبد الرحمن العنجري، ثم انتقلت إلى الدلال، ثم انتقلت اليوم إلى كذلك مبارك دويلة وغير يعني بعض الفاعلين في الحراك لأقل يعني مش نواب، ناس يعني أقل بكثير من النواب هم لهم تصريحات ومطالبات بالتفاوض وبالمشاركة في الصوت الواحد ونبي ندش الانتخابات. فيبدو واضح جدا الآن يعني مطالبات وتنازلات ومحاولة يعني التصالح والعودة من جديد إلى يعني إلى الانتخابات وإلى الرجوع ثاني مرة مجلس الأمة. واضح هذا الأمر، بدأنا الآن نلاحظه. صحيح في الأيام اللي طافت خرجت تصريحات من بعض النواب الحاليين ما في حوار ولن يحل المجلس و
ما خرج هذه التصريحات إلا معناته هناك في تحركات واضح جدا، خصوصا يعني من حركة الإخوان المسلمين نوابه وقياداته، هي اللي الآن قاعد تصرح وتعلن بهذا الإعلان الكبير جدا بأن في نحن في مرحلة توهان، ويجب أن نقدم تنازلات، ويجب ولا يمنع أن نشارك في الانتخابات. إذن واضح أن خلف الكواليس ما خلفها، وواضح يعني التنازلات الآن بدأت تقدمها نواب الأغلبية المبطلة وبعض الحركات السياسية المنطوية ضمن هذه الأغلبية. العناوين كثيرة كذلك مشاهدي الكرام، وراح طبعا لن نستطيع أن نحصرها، وبدنا نتكلم ما راح نخلص، لكن راح نقرأ بعد شوي كل هذه العناوين وكل هذه التفاصيل، بعد قليل راح نشوفها ونحللها ونقف عند أهم الأخبار. راح شارككم كالعادة الأخ محمد العجمي بقراءة وتحليل صحف المحلية. حياك الله أخ محمد. حياك الله أبو محمد، وكذلك نرحب بالمشاهدين الكرام يعني الذين سيتابعون معنا قراءة الصحف. واليوم كان هناك فعلا كان هناك تنوع في المانشيتات، وهناك توحيد في المانشيتات. هناك من ركز على ما قاله سمو أمير البلاد حفظه الله في التعاون وتطوير الأداء الحكومي، ويعني تلبية احتياجات الشعب الكويتي وآماله، وكذلك الإنجازات والتنمية. اليوم ركزت يعني أغلب الصحف على ما قاله سمو أمير البلاد حفظه الله في يعني بعد إعطاء توجيهات للوزيرين الصانع والعيسى. ويعني من اليوم نحن مقبلين على دور الانعقاد، يعني يوم الاثنين المقبل سيكون هناك افتتاح لدور الانعقاد مقبل، مليء بالإنجازات، مليء بطموح المواطنين لما يعني في تلبية احتياجاتهم في جميع الجوانب، واللي على ضوئها يعني أو على رأسها القضية الإسكانية التي انتقلت من دور الانعقاد الفائت إلى دور الانعقاد الحالي، لئلا تكون هي عبارة عن جانب مهم في التعامل والتعاطي في الحقائق الموجودة حول هذه القضية. كذلك يعني اليوم بدأ التركيز على يعني فعلا اليوم كان التقاء سلطتين، لكن هي بداية نتمنى أن يكون هذا الالتقاء وهذا التعاون وهذه تلبية الدعوات أن تكون يعني في نفس المستوى الذي سنراه في اجتماع اللجان البرلمانية، ولا يكون فيه يعني تراجعات واستئذانات. اليوم نجد أن هناك ما يقارب 45 من السلطتين في مكان واحد، نتمنى أن يكون هذا التواجد سواء على مستوى الجلسات أو على مستوى اللجان. نعم. بس اليوم هم تابع مباراة، اليوم كانت هناك متابع مباراة، يعني وزير الدولة اليوم شيخ محمد العبدالله يعني ترك الاجتماع أو التقاء سلطتين وتابع مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد. لكن الغريبة يعني مرزوق الغانم عشان برشلونة وريال مدريد أجلتها يوم، طيب عشان وزير الدولة أجلوه يعني بكرة، على الأقل ما في مباريات بكرة. لا ما يقدرون لسبب، لأن الاثنين هو عبارة عن اجتماع مجلس الوزراء. مجلس الوزراء وقد يمتد ليلي، أن تدري محمد أن بعض الجلسات مجلس الوزراء قد تمتد إلى الليل، فما راح يكون يوم الثلاثاء. الجمعة اللي طافت على الأقل مجتمعين خالصي. لا شيخ محمد عبد الله تذكره وما أدش عنده. الظاهر ما يتابعون دوري إنجليزي النواب أو رئيس مجلس ما يتابع دوري إنجليزي. لا الشيخ محمد عبد الله متعصب تشيلساوي متعصب، فلو تقول اجتماع ما اجتماع. الصورة اليوم حطتها الشاهد واضح. معبرة. معبرة جدا. يعني عن اهتمامات الشيخ محمد عبد الله لمباراة. بس على الله فاز. والله ما ادري من اللي فاز فيهم. على العموم مبارك لنا طبعا، تشيلسي فريق قوي. نعم. فمبروك يا الشيخ محمد. نعم. عبد الله. طيب يستحل. نشوف الشاهد وشوف الصوره طبعا موجوده للشيخ محمد عبد الله، هو مهتم جدا وتارك الاجتماع ومركز على التلفزيون وعلى متابعه فريقه المفضل تشيلسي مع مانشستر يونايتد، وبقيه الوزراء والنواب يبدو انهم يعني يتابعون فقط الدوري الاسباني، ولذلك لم يهتموا بالدوري الانجليزي. نشوف الشاهد. عنوان الشاهد الرئيسي: الأمير للحكومة والمجلس لبوا أمال المواطنين. الوزيران العيسى والصانع عديا اليمين الدستورية أمام سموه، والجار الله توقف إنتاج الخبجي أسباب فنية، قادرون على احتواء الأزمة بحكمة قادة البلدين ومحبة الشعبية. لقاء السلطتين كان إيجابيا، ورئيس الوزراء يرحب بالتدرج في المساءلة السياسية. المبارك لا حل المجلس والغانم، إنجازاتنا تغيظ البعض. الصبيح مشروع جديد لزيادة أسعار الكهرباء، شرائح كما في الإمارات والسعودية. والعبد الله انشغل بمباراة تشيلسي، وزير التربية استقالة إشاعة وسأحل مشكلة الطلبة البدون. الصانع تطلع لمعالجة تعطيل القضايا في العدل،
والعمير، علاقة الكويت بالسعودية أقوى من قضية الخفجي. عنوان آخر: المعارضة بدلت جلدها ومدت يدها تستجدي الحوار بعد أن حصدت خيبتها وانهزامها نتيجة زرعها الفوضى والشغب. 66 مليونا اختفت من حسابات الكهرباء. الوزارة حددت ديونها ب 179 مليون دينار وقيدتها 113. 15 شركة قيادية تنتظر انهيار أسعار أسهمها خلال 6 أشهر. أسهمها تتجه إلى الحد الأدنى لتخارج كبار الملاك وعدم وجود أرباح تشغيلية. الخالد أصدر قرارا بتعيينات مدراء ومساعدين في عدد من الإدارات. 6 ملفات فاصلة تنتظر انطلاق دور الانعقاد المقبل. والمرشد: قانون محكمة الأسرة سيساهم في سرعة حسم القضايا. طلبت البدون نفذوا اعتصاما أمام التربية والداخلية مقطع سنجاد حدث بأقاربه مفبرك. طبيب كويتي نجح في إجراء عملية قلب معقدة على مستوى العالم. هذه عناوين الشاهد. أمانة أخ محمد، يعني الشاهد اليوم مليئة بالأخبار الجميلة والصغيرة، واستوقفنا لكم الخبر. يعني قاعد أقارن بينها وبين الصحف المحلية قبل أدخل البرنامج، شفتها كثيرة. لكن أبترك موضوع اليوم، طبعا تعيين الوزيرين وكلمات سمو الأمير حفظ الله والتقاء السلطتين، وبركز على خبر موجود في شاهد مو موجود في بقية الصحف المحلية، لأن هذه الأخبار موجودة يعني مكررة في الصحف المحلية، راح نشوفها بعد قليل. الخبر يقول: المعارضة بدلت جلدها ومدت يدها تستجدي الحوار بعد أن حصدت خيبتها وانهزامها نتيجة زرع الفوضى والشغب. ويقول خبر الشاهد: بدأت مجاميع سياسية لفظها الشارع في الآونة الأخيرة تطلق تصريحات إعلامية بهدف استجداء السلطة لإجراء حوار معها وحفظ ماء وجهها أمام الشعب للعودة مجددا والمشاركة في الانتخابات البرلمانية وفق مرسوم الصوت الواحد. فبعد سنوات من الشغب والمظاهرات والفوضى التي تسببت فيها ودعمتها لتحقيق أجندتها الخاصة، وبعد الوصول إلى حقيقة احتراقهم شعبيا وأفول نجمهم وتجاهلهم من غالبية أبناء الكويت، جاءت تلك استجداءات طبعا كما يذكر الخبر بداية من عبد الرحمن العنجري، ومن ثم تصريحات العنجري لم تجب حتى جاءت تصريحات الدلال الذي انتقد ضمنا تصريحات مسلم البراك الارتجالية الأخيرة غير المدروسة، واللي أكد أن الحوار هو هدف الحركة وأن المشاركة في الانتخابات ربما تكون واقعا ملموسا خلال المرحلة الراهنة. حمى تصريحات استجداء تتابعت يوما بعد يوم ليخرج جنرال الإخوان المسلمين مبارك دويلة ويعلن أن الوقت حان لتقديم المعارضة تنازلات والجلوس مع السلطة ووضع حد لحالة التوهان حركته ونواب الأغلبية المبطلة. رغم أن السلطة والحكومة فتحت أبوابها أمام الجميع منذ سنوات، إلا أنهم اختاروا طريق الشغب والفوضى وهو ما وصلهم إلى نبذ سياسي واجتماعي واسع النطاق من أبناء الشعب. مرحلة الاستجداء واصل الطريقة لتشمل أغلب أطياف تلك المجاميع السياسية، ليخرج علينا الكاتب فواز البحر معلنا أن جميع الطرق التي سلكتها تلك المجاميع باءت بالفشل بعد أن أوهمهم أحمد الخطيب بأن تلك التحركات ستكون مدعومة دوليا، لأن من حرر الكويت من الاحتلال هو ضمان الديمقراطية دوليا كما زعم. الأسئلة كثيرة حول تلك التصريحات والهدف والمغزى منها، خصوصا أننا أمام دور انعقاد برلماني جديد، فلماذا لم تتحرك تلك الدعوات في السابق عوضا عن ممارسة الشغب والفوضى ومواجهة رجال الأمن؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة، لكن الأكيد أن تلك المجاميع السياسية كانت ولا تزال تعمل لأجندتها الخاصة ومصالحها الضيقة، وهي تسعى بلا كلل ولا ملل لتحقيقها وتتلون حسب الأجواء والأوضاع السائدة في البلاد. تعليقك محمد على خبر الشاهد. أعتقد محمد هذا يعني ما لمسناه، أعتقد قبل مقابلة عبد الرحمن العنجري فعلا كان هناك تراجع حتى بطريقة الاجتماعات. لم تكن الاجتماعات يعني بتلك الكثافة، أعتقد كان آخر أو بدأ يعني تخلخل هذه المعارضة يعني كان قبل رمضان.
نزولهم في رمضان هو اعتقد حرق ما كان باقي او كان هنالك القله القليله، فبعد يعني ما حدث في اشهر الحرم، قصدي في شهر رمضان، في يعني بعد صلاه التراويح، اعتقد كان هناك نكشه داخل ولم يعني يعيروا لهذا الشهر الفضيل اي اهتمام. احنا يمكن وجدنا في الاونه الاخيره قله الاضواء الاعلاميه على هذه التحركات، لم تكن يعني هناك ايديولوجيه معينه يسير عليها نسق معين مثلا، لانهم اختلفوا من اختلاف المشارب وكذلك اختلاف الافكار، يجعل القضيه الركب عندما يكون الكل ربانا في السفينه ستغرق هذه السفينه مهما كانت. قد نختلف معهم في جميع الاحوال، لكن هم لم يكن تنسيق يعني يسمى بمعارضه لافكار معينه، كانت هذه الافكار هي عباره عن اجتهادات. على قول عبد الرحمن العنجري كان هناك اجتهادات، لكن هذه الاجتهادات يعني لم تلقى يعني الشيء الرائج عندهم، لم تكن هناك توفيق يعني في طريقه الطرح. الطرح كان شيء جديد فعلا، ان ينزل الى الشارع، ان يكون هنالك يعني حديث عن قضية الحراك وأن هذا حراك شرعي، لكن هنالك من أخذها بزاوية آخرة واستغل هذه الظروف حتى وصلوا إلى فعلا باب مسدود، وهناك من تحدث بأن الحوار مفتوح، هنالك من نادى لهذا الحوار في السابق. لكن أعتقد أخ عويد بأن قضية الحوار في هذا الوقت لن يكون بتلك الفعالية وبتلك المميزات التي لو طرحت في السابق، لكن ما نرى الآن هو يعني أنا بعطيك إياه بجانب آخر. تخيل أن شخص عنده شركة معينة في كل يوم يخسر، هذا الشخص وقوفه ويعني إلغاء لدخول المغامرة التجارية ووقوف هذه الخسارة بحد ذاته هو مكسب، والالتفات لما فعله في السابق هذا جانب آخر مكسب آخر، لكن كيفية التعامل والتعاطي في الوقت الحالي، هل فعلا يعني فصلت هذه الحركات السياسية؟ وأنا أمس ذكرت بأن لا يوجد حركة سياسية منظمة يعني إلا الحركة الدستورية اللي هي الإخوان المسلمين، البقية لا، هي عبارة عن أحزاب نيابية أو يعني بعضهم يأتي نفس حزب التنمية والعدالة. تنمية أعتقد سلف مع إخوان وشكلونهم كتلة تسمى كتلة التنمية وكتلة نيابية يعني، وأعتقد أنها ضمت 7 على ما أعتقد في وقتها في هنا. وقد تكون هذه من تيارات مستقلة، قد لا يكون هناك التزام بفكر السلفي أو يعني أو يأتي من السلفية العلمية، لكن بكل الحالتين لا يوجد يعني حراك أو قوة يعني منظمة سياسيا عملت في السابق عدا الحركة الدستورية اللي هم الإخوان. نرجع إلى قضية هل فعلا اليوم هنالك الكل يستجدي أم هناك اجتزاء على استحياء؟ هناك من تلفظ أو كتب في الصحافة بأن فعلا علينا أن نتراجع، ما فعلنا في السنة ونص لم يكن مرضيا ولم يكن هو الطموح الأساسي، أين ذهبنا؟ وكان مطلوب حتى في اجتماعاتهم كان في الغالب يجتمعون 37 أو 35، اليوم إذا اجتمعوا 12 لأن هناك يعني غيابات كثيرة. فأنا أجد يعني أبو محمد بأن ما كتب اليوم هو حصيلة ما كان موجود في السابق، يعني محمد دلال كان من ضمن الأشخاص الذي وقعوا على وثيقة مقاطعة الوطن. اليوم نجد الذهاب إلى القنوات الإعلامية، أن تواجد دائما في 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 المقالات، تواجد دائما في أصحف. نعم. مايكات حذفت والآن صارت أمامه. نعم. يعني يبون الحين أي قناة بس تعال طلعني معه. نعم. بل بالعكس ذهب البعض إلى بعض المنتديات التي تعنى بالفيديو أو بمقاطع الفيديو بأن يعني على الأقل نزل لي مقطع كل أسبوع أقل ما يمكن. فهذا أعتقد هو الاستجداء في السابق. حب الظهور لابد يكون. لكن كان في السابق لأنه دائما كان يظهر وكان هناك قضية، لكن الناس ملوا، القضية لم تتغير. والجانب اللي يعني الإنجاز تنجز من وتحارب من؟ وفعلا الناس لحد الآن لم يقدم بلاغ على ورقة. هل في أحد قدم بلاغ على ورقة من السرقات التي قدمت ما يسمى بسرقات أو ما شابه ذلك؟ قد يكون الأمر يكون فيه عبارة عن أن أن قضية نأخذ لنتداولها فقط لخروج الإعلام، لكن ماذا حدث؟ يعني ألا فيكم رجل عاقل يخرج يقول يعني لماذا هذه الأوراق لا تقدم؟ لكن إحنا مشكلتنا يعني ما أدري، يعني هل المواطن مخ سمكة ينسى بسرعة؟ يعني ما يأتي قضية حتى تأتي قضية أخرى فينسى القضية، أين ذهبت هذه القضية؟ طيب شو رأيك كلام اليوم برك دويلة بالحرف يقول حان الوقت لتقديم المعارضة التنازلات والجلوس مع السلطة ووضع حد لحالة التوهام
وهذا المعارضة. زين مبارك الدويلة لماذا لم يكتب هذا الكلام في السابق؟ ترى هو لمح من شهرين تقريبا مقالات وبدت يعني شهرين. لكن اليوم يعني لكن تصريحات صريحة يعني مبارك الدويلة لم يكن بعيد يعني وصف المعارضة وتفكيرها نتائها ضايعة. هو يتكلم عن الحركة الدستورية نتائها بعد كلهم يصل الكل. طيب اقول لك اني من ضمنهم الحركه يعني. نعم. ما ببين لك يعني انت الان ما دام انك تعرف ان الحركه تايهه لماذا يكون الحين تنصح محمد تنصح الكل ولا تنصح اسرتك اللي ضايعه؟ فتبدا باسرتك. لماذا لا تصلح يا بارك الدويلة البيت من الداخل عندكم ومن ثم ابدا بالنصيحه؟ النصيحه قبل البدء اذا اصلحت بس انت ما عندك قدره ان تصلح الغير او معناه صح ان تكون هناك مقابل او تجميع يعني هم كقضيه سياسيه او كتحرك سياسي عليهم يحسبون هذا جميع الناس او جميع الكتل السياسيه او جميع الاحزاب تحسب ما لها وما عليها. اليوم الحركه الدستوريه يعني هي الخاسر الاكبر لان اعلى نفوذ واكثر قيادات واكثر بالعكس لأن يعني مترامية الأطراف ما هي شيء بسيط أو عدد بسيط. لذلك أنا أجد يعني ما طلب مبارك الدويلة كان المفروض أن يقرأ مبارك الدويلة السياسة قبل ذلك كله ويأتي بالحركة. لماذا ذهبنا بهذه الطريقة؟ ترى الحركة ذكية جدا لم تذهب كلها منجرفة. نعم. بالعكس كان الصانع نعم صحيح. كان مبارك الدويلة ولا زال حتى القيادات الشابة اللي ما لها علاقة بالنواب لا زالت حتى بتويتر كذا لا زال معارضين وضد مستفيدين نفس المنهج ولا يمنع يكون هناك صف جديد. نعم. حقبة جديدة مختلفة. نعم. عن هؤلاء المنهجين. نعم. أنا أذكرك بقضية التيار السلفي أو يعني اللي هو أحمد باقر والعمير في جانب التجمع السلفي. نعم. التجمع السلفي والعميري عبد اللطيف العميري ابو عبد الوهاب. نعم. وخالد السلطان بن عيسى خذ جانب رغم انهم تجمع سلفي كلهم لكن اختلفوا. بس ابين لك في هذه الجزئيه كذلك ما حدث على النسق البسيط اللي هو التجمع السلفي حدث على نسق اكبر واللي هو الحركه الدستوريه. الحركه الدستوريه لم تجرف كلها مع الشارع لكن هناك توزيع ادوار هناك ترى في النص محايدين لحد الحين ما تكلموا ولا تحدثوا عن هذه القضيه وما زال الحد في صمت. لكن يعني نفس يعني مثل لك محمد البصيري يعني وناس ما زالوا الان في النص ما زالوا غير موجودين على الساحه السياسيه. يعني كان وزير محمد البصيري العليم اسماعيل الشطي هؤلاء مع الحكومه يعني لما موقعهم بيوم الايام كوزير حتم عليه انه خلاص يعني يقف في المنطقه الحياد. اعتقد يعني هذا هو السبب يعني ولا يمنع ان يكون لك جانب معين يعني سواء في طريقه الطرح السياسي عندك راي سياسي. اليوم احنا انا طرح سياسي اخي محمد انا اعتبي على اخي محمد الطرح السياسي ما حد يخالفه والنقد السياسي الكل يتقبله وكذلك الاختلاف. احنا ضد موضوع الفوضى والمظاهرات والشغب والخروج وكرامه وطن واحد وخمسه وعشره ومليون الخرابيط هذه اللي قاعد تصير واللي اليوم كل المعارضه قاعد تقول او الاغلبيه المبطله بان ما استفدنا شيء توقعنا يعني حتى اليوم في مقال لحد اللي كان منضمين ضمن هذه الحركات يقول كنا نتوقع ان دوليا اذا سوينا مظاهرات طلعنا كرامة وطن كذا انه والله دوليا راح تضغط على الحكومه الدول الغربيه يعني بمعنى يعني وهذا الكلام قال لنا احمد الخطيب يقول تفاجئنا كرامة وطن واحد لثمانية ما حد لقانا بال والحكومه ردت لا علينا ولا على الخارج والخارج اساسا ما تدخل ولا حد طلب من هذا الامر يقول صدمنا بواقع كانوا يرون احلام ورديه راح تتحقق لكن صدموا بان يعني رؤيتهم للامور كانت خاطئه واضحه كانوا يحلمون بشيء انه يحصل لكن حصل العكس تماما. فاليوم هذه المراجعات اخي محمد ونقد الذات اللي قاعد يصير واضح جدا انهم اليوم في اعترافات كبيره بان طريقه المعارضه كانت خطا جدا الخروج للشارع كان خطا جدا النزول للشارع اتباع حساب وهمي هم قالوا كذا كان الكلام حساب وهمي كرامة وطن أن الشعب الكويتي يتبع حساب وهمي كان خطيئة كبيرة في حق الشعب الكويتي كل هذه الأمور اليوم الكل يعترف يعني أخي محمد كان هناك فئتين في الشعب الكويتي شعب غالبية كانت ضد هذه الأمور وهذه التصرفات قد انتقدت من الأقلية اليوم الأقلية هي اليوم تعلن بأنها كانت على خطأ. شوف أنا برجع إلى ما قال يمكن الدكتور نايف أنا والله يعني أعتقد ما قاله الدكتور نايف أي دكتور نايف عفوا العجمي الوزير السابق وزير الأوقاف السابق نعم. ذكر قضيتين مهمتين قال الآن الذي يختلف مع الدولة يضعونه في جانب آخر هو جانب مو صحيح الكل قد نختلف احنا في ديوان الصحافه نختلف عن قضايا موجوده ولا يمنع احنا ترى هناك خط احمر تم التجاوز عنه وهذا هو المحك الاساسي. صحيح. اثنين محمد انت لاحظت ان هناك خلط في الاسماء بمعنى ان المعارضه حاولت تمشي وكانها عباره عن عوائل الكويت يعني ما احترامنا للعوائل فيحاولون يجيبون الاسماء القريبه
الأسماء ويحاولون يجعلون له مكانة معينة عندهم ويرفعون فيه حتى يصل إلى أنه ترى أنت ترى مكانك مميز لدينا. وهو القصد من استغلال الاسم. تم استغلال الأسماء، تم استغلال يعني عدم النضج السياسي، الزج فيهم في السجون. يعني بعرف الشباب اللي بالأمس نسجلوا أقل ما يمكن شهر، شنو ذنب عوائلهم أسرهم؟ وما الطرح اللي طرحه؟ هل فعلا هو هذا متمسك بالموضوع؟ والله اللي شيشه تراجع، لا اكلمك الحين تراجع. طيب اللي حرضهم واللي قالهم سووا واعملوا هو اللي يتحمل طيب هذه المسؤوليه. الحين قاعد اكلمك عن محمد، ما حد اجبرهم. طيب محمد الدلال وعبد الرحمن العنجري الحين تراجعوا، شنو ذنب هذول اللي دخلوا السجن؟ اخ محمد انت عارف السياسيين اساسا ياخذون يعني الشعوب والناخبين وقود يحرقونها لاجلهم، هم يعني ما عندهم مشكله. هذه السياسه، هذه السياسه بتاريخها كله، بتاريخ البشريه كله. السياسي رجل يركب على جماجم الآخرين وعلى مصالح الآخرين ويحرق الآخرين تحته، ما عنده مشكلة، أهم شيء أني أحقق أنا أجندتي الخاصة. هذا تاريخ السياسة كله، تاريخ البشرية كله معروف. شفت السياسي خسر؟ أبدا. اللي يخسرون هم الأتباع والمريدين والسذج والمندفعين، وتلقى السياسيين هم بالصفوف الخلفية، واللي قاعد يعني هو اللي يسجن أو اللي يضرب أو اللي يعني يضحي هم اللي للأسف يعني المضحوك عليهم، اللي مع الخيل شجرة ويستغلون. عموما في سابق الأيام حينما صدر المرسوم الضرورة كنا دائما ننتقد أي خروج أي مظاهر للفوضى وللمظاهرات ومواجهة رجال الأمن، وكان هذا وجهة نظرنا لأن كنا نريد المحافظة على بلدنا وعلى أمننا، وكان الآخرين للأسف ينتقدون لهذا الموقف. ومن ثم تجرأ من تجرأ ووصل إلى مرحلة أن يتطاول على ولاة الأمور وعلى القيادة السياسية، وهذا الخط الأحمر اللي صناه وانتقدنا بقوة هذا الأمر. هم انتقدونه ليش نبي ننتقد عادي؟ ووصل الأمر وتعدى إلى أن وصل إلى السلطة القضائية، التشكيك والانتقاد، وهذا من الأمور المحرمات اللي ما في بلد. هذه ثلاث أمور مهمة جدا: قيادة والقضاء والأمن. إذا ضاعت هذه الأمور ضاعت أي بلد في العالم يضيع. نعم هذه أمور خطيرة جدا، لا يمكن ننتقد الحكومة، نختلف معاها مع الوزراء يوميا. أنا أخو محمد ننتقد الحكومة وننتقد المعارضة وننتقد النواب الحاليين، هو بالعكس يعني الكل متقبل بصدر رحب. نقد بناء، مو نقد انتقام، مو نقد تجريح، مو نقد إسفاف. الهدف هو انتقام الشخصي، ما لنا علاقة بأمورهم الشخصية. إحنا ننتقد أعمال الوزراء وأعمال الحكومة وأعمال النواب فقط السياسي، لكن بينه وبين نفسه وبينه وبين أهله ما لي شغل فيه. لكن للأسف وصلنا إلى هذه المرحلة. عموما هذه السنوات كلها اللي كنا نقول هذا الكلام ونحذر منه، الحمد لله يعني والله الحمد طلعت وجهة نظرنا هي الصحيحة، واليوم هم قيادات اللي قادت هذه يعني التحركات اليوم تقول نحن أخطأنا، نحن يعني كنا نتوقع يعمل كذا. وين بعد النظر كان عندكم؟ وين كانت عقولكم في ذلك الوقت لما طلبتوا في المظاهرات والصدام وجابة رجال الأمن والتعدي على القيادة السياسية والتعدي على رجال القضاء؟ وين كانت هذه العقول؟ أستغرب اليوم الكل مراجعات وحوار ونحن أخطأنا، ويبدو من خلف الكواليس يطرقون الأبواب للحكومة وللسلطة، نبي نقعد معاكم، يبا نبي ندش بالصوت الواحد، بس نبي الأمور تعدي على خير. بهذا الشكل وصلنا إلى هذه المرحلة من البداية يعني قبلتوا في هذا الأمر، ويعني كانت المعارضة وفق القانون وفق الدستور أفضل لكم، وحفظا لما الوجه أفضل بكثير مما حصل. لكن عموما كانت هذه وجهة نظرنا بأن المحرمات الثلاثة: القضاء وسمو الأمير حفظه الله والأمن، أمن البلد، هذه محرمات ثلاثة لا يمكن لأي كائن من كان إذا تعدى على هذه الثلاثة أن نتسامح معه أو نتساهل معنا أبدا. هذه أمور خطيرة جدا في أي بلد في العالم، وخاصة في بلدنا اللي تعدى عليه عرف أنه يريد تدمير هذا البلد. وبالتالي أعتقد الآن تأكد الغالبية العظمى مما يسمى بالأغلبية المبطلة والجماعات اللي معها بأنهم كانوا على خطأ فاضح، واليوم يتراجعون. عموما هذا الموضوع لو منعلق فيه أعتقد يبين حلقة كاملة. خلنا نذهب إلى القبس ونشوف بقية عناوين الصحون المحلية. عطنا القبس. قبس للسياسة؟ لا القبس. الأمير: تطوير الأداء الحكومي للإنجاز والتنمية، والعيسى والصانع الديال يمين الدستورية والمبارك الالتزام بالنهج السليم لتحقيق الإصلاح الشامل. عنوان آخر: لا آليات جادة للحد من التزوير في إدارات العمل، ولقاء سلطتين في ديوان الغانم.
هذه مشاهدينا عناوين القبس. أخي محمد، اليوم الوزير بدر العيسى ووزير التربية وكذلك يعقوب الصانع وزير العدل والأوقاف أدى اليمين الدستوري سمو الأمير أمام سمو الأمير، سمو الأمير يعني وجههم ببعض التوجيهات السديدة لتطوير الأداء الحكومي والإنجاز، وهذا مطلب كل الشعب الكويتي، وهذا دائما سمو الأمير يطلب من الوزراء طوروا الأداء، طوروا الإنجاز، لبوا أمال المواطنين. يعني كلمات حكيمة من سمو الأمير، أعتقد في كل لقاء نسمع هذا الكلام من سمو الأمير وهو يطالب الوزراء. اليوم ما عسى ما الوزير بدر العيسى أدى اليمين الدستورية طلع مني بدر العيسى اشتغل ربع تويتر وقال والله الوزير قدم استقالته ونسبوا هذا الأمر لوكالة الأنباء الكويتية كونا زورا وبهتانا، وبعد فترة يعني ردت الوكالة ورد الوزير هذا الكلام غير صحيح. استغرب محمد، شو المطلوب من ليش معنا اليوم الوزير طلع عليه هذه الإشاعة فجأة؟ وغريبة جدا شمعنا الوزير اللي اليوم طلع وصرح ويعني قال كلام جميل جدا بأن سيحل مشكلة البدون، طلب البدون، وهذا كلام مطلب أمانة أن الوزير فعلا البدون يستحقون أن يتم التعليم. يعني عدم تدريس أبناء البدون أعتقد خطيئة كبيرة جدا في حق وزارة التربية. هؤلاء موجودين لدينا، وبالتالي أنا لما علمه أنا أستفيد منه، وبالتالي حتى أخرج من الأمية إلى العلم إلى النور ويكون عضو فاعل في المجتمع. لكن لما أخليه في ظلام وفي جهل هذا خطر جدا. أنا قاعد يعني أجاز في أمن المجتمع مستقبلا أتركه بدون تعليم. ما نبي أمور والله ما عنده إقامة ما عنده خرابيط، هذه الأمور الفنية، لا لا لا، التعليم أعتقد التعليم والصحة وخاصة الإسعافات الأولية هذا أمور إنسانية بحتة لكل من يعيش على هذه الأرض وفي كل بقعة في دول العالم. يجب أن يعلم الإنسان ويعالج، هذه أمور ما يختلف عليها اثنين. وبالتالي أعتقد أن الحكومة والوزير مطالبين أي شخص أو أي رب أسرة يعيش على هذه الأرض غير قادر على تدريس الدولة درسه مجانا، يجب أمانة. وكذلك تقديم الإسعافات يعني مستوصف الأمور هذه يجب أن يكون مجانا للكل الغير قادر. لكن الإنسان الله فات عليه الله يزيده وما في مشكلة، لكن هذا أمر بشري وإنساني، جميع دول العالم يجب أن يكون بهذا الأمر على الأقل يعني السنوات الأولى من تدريس. وكذلك مثل ما قلنا بالنسبة للصحة موضوع المستوصفات هذا الأمر يجب أن لا يمنع أي شخص محتاج لهذا الأمر. هذا أمر يعني بس ننوه عليه، الوزير اليوم قال بحل مشكلة، أعتقد أنه وجوبا على الوزير وعلى الحكومة أن تحل هذه المشكلة بدون أو غير بدون. حتى وافدين، إنسان وافد غير قادر على تعليم أولاده ولديه مشاكل مالية يجب أن الدولة تدرسه مجانا مجانا. يعني التعليم بالعكس يعني هذه مفخرة لنا لما يتخرج الولد ويروح لدولته ويذكر أنه كان في الكويت، هذا أمر أعتقد من أخلاقيات أهل الكويت وشيم أهل الكويت أنه يقدم التعليم للمحتاج ويقدم يعني الصحة للإنسان المريض، خاصة الموضوع الإسعافات الأولية والمستوصفات، وهذا أمر إنساني لجميع البشرية أمانة. نرجع الوزير طلعت عليه إشاعة، شو السالفة؟ لا شوف، فعلا اليوم الوزير على المحك هو اليوم أمام قضية مهمة جدا وقضية إنسانية بحتة ما لها علاقة فيما يدور. يعني اللي أنا أعلم عنه أن التعليم مفتوح في الكويت إلا على هالحقبة أو على 600 اللي تظاهروا اللي ذكروا أنهم عندهم، حتى لو نقول عندهم قضايا يعني وهمية مو حقيقية، هل حرمان التعليم هي عقاب آخر يأتي؟ لا ما يجوز. أنا قاعد أقول لك اليوم في عمالة، أنا أعرف لي عمالة يدرسون لحد الحين الابتدائي، جايين على شركات يدرسون الابتدائي ويعرفون يقرون ويكتبون، الحين يدرسون الليلي أعرفهم ويدرسون متوسط، طبعا تكاليف رمزية 30 دينار 40 دينار يدرسون الليلي، عمارهم كبار. هذا دليل على شنو؟ دليل أن الكويت تفتح فاتح مجال للكل الكل. هذا اللي نحن أو ما جبلت على الكويت، الكويت يعني يعني تعمل بالخير على يعني على أبعد مساق الأرض. بالتالي أعتقد اليوم الدكتور بدر العيسى على المحك فعلا أمام قضية تحتاج أن تكون هناك لمسة إنسانية. الحل فيها سهل جدا في طريقة معينة بحيث أنه لا نهملهم، وفي نفس الوقت لا إحنا مطلوب أن لا نعاقب مهما كان هؤلاء، خصوصا محمد عفوا، خصوصا لما يجيك إنسان محتاج. أنت قلت قبل شوي في وافدين يدرسون، اللي عنده فلوس ما عندك مشكلة، المقتدر ماليا يبي يدرس يبي يكمل بالعكس تبي تفرض عليه ما عندي مشكلة. لكن أتحدث عن أي شريحة أخ محمد غير قادرة تدفع ماليا، شو ما درسه وعايش عندك هنا، ويعني شيء بسيط جدا. يعني ترى يعني اعتقد سلم التعليم الاجباري الابتدائي والمتوسطه صحيح، يعني ولا شيء، يعني
ابتدائي ومتوسط ثمان سنوات الاولى هذه اجباريه، هذه الزاميه للكل يعني على الاقل، ولا شيء يعني، ما انا ماني طالب منك والله ثانويه وجامعه وامور كذي داخل، انا اتكلم عن الانسان المحتاج، محتاج والله الوزاره لازم يكون عنده مثلا بحث حاله، والله هذا انسان محتاج، لا يبغى هذا اسقط عنه رسوم ما حتى لو عنده اي مشاكل. لا انا بغض النظر عن الرسوم، احنا تعال قبول، خلينا نعتبر قبول، قضيه الرسوم قضيه مختلفه تماما، لكن احنا نتحدث في القبول. تعالوا لماذا نضع خطه معينه بدلا ان نترك الموضوع بهذه الطريقه عن طريق اجتهادات شخصيه، يعني هناك اخوان والله يجتهدون نفس كتاتيب البدون وكذا، ترى اجتهادات شخصيه بالاخير لن تحل المشكله. صحيح، هي مهما كانت تخدر هذه القضيه لكن ليست حل المشكله. احنا نريد من الدكتور بدر العيسى والكل يعني امانه بان تكون هذه القضيه قضيه امامه. الشيء الثاني لا نعيد ما صار احمد بليفي ونايف الحجرف، كل واحد يشيل الثاني. إذا هناك مناهج خلها، وإذا هناك قرارات أو يعني في التعليم الابتدائي أو التعليم المتوسط، ونبدأ من الجديد من صفر. أي لا ما نبي، وقضية كل يوم قرار، حتى المديرات مديرات المدارس ما يدرون أي نشرة يتبعونها. من أتى وزير أعطاهم نشرة قال نطبق اللي قبل، واللي إحنا الحين صرنا في النص، ولا نبدأ بالنشرة الجديدة. يعني اليوم على طول يعني النواب اشتغل عليه، يلا طول اليوم الزلزال يقول غير بالمناهج، فلان كذا عمل كذا وسوي كذا. فللأسف الشديد احنا فعلا رسالتنا كذلك الوزير يا معود، لا تبدأ من الصفر، كمل على ربعك، لا تصير مثل ما قال للأسف بين مليفي وبين الحجرف، هذا جاء ونسف كل شيء واللي جاء بعده نسف. للأسف هذا يعني أمر ضيع كثير وعطل وزارة التربية. أتمنى فعلا نكمل على الوزراء اللي قاموا فيه من مجهودات وكمل عليهم، لكن لا تبدأ من الصفر، إلغي وسوي عمل من جديد. أتمنى هذا الأمر ما يصير وضيع جهود. عمونا أخ محمد يمكن تقريبا الوقت بدأ يدركنا، خلنا نروح للسياسة ونكمل صحفنا، لدينا مواضيع أخرى. نشوف السياسة، عنوان السياسة الرئيسي اليوم لقاء السلطتين كامل العدد وتفاهمات حول تقنين الدعم ومساءلة الوزراء والغانم، المجلس باق وصوت الواحد أيضا، المبارك لا سحابة صيف ولا خلافات تستدعي الحل، توافق حكومة نيابي على أن المساءلة حق دستوري وتشديد على مواجهة الجوابات العبثية، مباراة مانشستر وتشيلسي شغلة العبد الله، فضائية مجلس الأمة تنطلق الليلة. طيب نشوف الجريدة، جيت الجريدة خلينا نشوف وبعدها النهار. الحكومة تطعن بإحكام مزايا القضاء، اعتبرتها مخالفة لاعتمادها على قرارات مجلس الوزراء واتفاق نيابي حكومة على التعاون والإنجاز في دور انعقاد المقبل. هذه عناوين جريدة الجريدة. طبعا القضاء رافعين قضايا دعاوى بطلان على الحكومة، وبالتالي الحكومة راح تطعن في الامتياز وراح توقف تنفيذ هذه الأحكام اللي القضاء بعض القضاء يردون مزايا لهم. نذهب إلى النهار نشوف عناوين النهار. أمير البلاد طوروا الأداء الحكومي، العيسى والصانع عدي اليمين الدستورية أمام سموه وزيرين للتربية والعدل، تعاونوا مع مجلس الأمة وضعوا الحلول العملية للقضايا والمشكلات، المبارك سنترجم الأقوال لأفعال تسر المواطنين، السلطتان اتفقتا في ديوان غانم على حل الملفات العالقة، الجار الله لا أسباب سياسية وراء توقف الإنتاج النفطي في الخفج والأمر فني بحت، والسفراء سيعودون دول التعاون تسير في اتجاه حل الخلافات، أكد أن علاقات الكويت والسعودية أكبر من أي تباين في وجهات النظر، مفتي السعودية جماعة الإخوان لا تمت الإسلام بصلة، وزير خارجية الظل بريطانيا الكويت قناة رئيسية لتمويل الإرهاب، وتبرعات العرعور مليونية للنصرة تثير حفيظة السعوديين، الصحة اكتشاف حالة هيدز جديدة ومجمع الوزارات ب 300 مليون دينار. هذه عناوين جريدة النهار. الأنباء كذلك، الأمير تطوير العمل الحكومي نحو مزيد من إنجاز وتلبية مطالب المواطنين، وزير العدل لتعيين المرأة قاضية وتنفيذ حكم التمييز لمكافأة نهاية الخدمة للقضاء وصندوق الضمان، ووزير التربية مطالب بسد شواغر القياديين. هذه فقط عناوين جريدة الأنباء. الوطن، الكويت في قلب العاصمة، محللون أكدوا في ندوة الوطن في مرحلة الأخطار الخارجية وأن حكومات المنطقة غير واعية بمستوى الخطر للشعوب. مواجهة داعش إعلاميا تبدأ من الكويت غدا، الحكومة 30 نائبا مع إقرار الاتفاقية الأمنية لأنها أصبحت ضرورة في ظل انتشار الإرهاب والمواجهة الإقليمية والدولية والأخطار التي تواجه الخليجي، هند الصبيح إغلاق كل أفرع الخيريات المخالفة مع نهاية العام. هذه عناوين جريدة الوطن وأغلب صحفنا المحلية. أخ محمد،
لقاء سلطتي اليوم كان كامل العدد كما يقال، وهذه ملاحظة مهمة جدا، الكل حاضر من النواب ومن أغلبية أعضاء الحكومة، إلغاء المجلس الباقي والصوت الواحد أيضا. سلفة المجلس الباقي المجلس الباقي هي هو زلزلة واعتقد منه كذا نائب يعني نعم. كل يعني صار شو لا هو طلعت إشاعة، هم ما في دخان غير نائب، في إشاعة أنه في حل هناك ترضيات في الصيف المقبل يعني؟ إي يعني من هذا الجانب، لكن أنا أرى يعني أنه ليش يعني إحنا ليش ما يكون هناك دور انعقاد قصدي فصل تشريعي كامل لأربع سنوات، وهذا شيء يعني موجود يعني ولا يمنع كل انتخابات، بينزل الانتخابات نزل الحين نزل بعدين نفس الشيء ما دام في الطمع موجود. بالعكس أنا كل ما يكون يعني الجو السياسي فيه هدوء، أنا أعتقد الجو السياسي هذا جدا إحنا مطلوب لنا في الوقت الحالي هذا الهدوء، كل إنجاز أكثر يعني إيه بغض النظر قد تكون الإنجاز ما يلاحظ، إحنا متعطشين للإنجاز، لكن إحنا نقدر نقول بأن الحل يعني سيأتي فيه يعني بعض الجوانب السياسية، دخول بعض المندفعين هناك من هناك مندفع يعني للسياسة وقد يخرب ما بناه الغير، لكن يعني ما قال اليوم مرزوق الغانم يتحدث عن أجواء هو التمسها، وقد يكون سؤال قدم له بأن هناك أجواء لحل، وهذا دائما رئيس البرلمان نفس ما كان علي الراشد السابق كان يقول ما في حل وما في حل، نفس يعني نفس المستوى ونفس الجهة. نعم طيب، اليوم تصريحات وزير النفط أمانة جميلة جدا، علاقاتنا علاقة الكويت بالسعودية أقوى من قضية قضية بسيطة مثل الخفجي، الجار الله أسباب لا أسباب سياسية وراء توقف إنتاج النفط الخفجي والأمر فني بحت، يعني تصريحات تصب في اللحمة ومصلحة الجميع، وأن فعلا أمور فنية جدا بين في موضوع الخفجي وموضوع النفط المشترك. نعم بنتقل لموضوع ثاني بالنسبة للتوزير وهذا جانب مهم، أنا كنت أتمنى للأوقاف أنها ما تروح من الشيخ محمد الخالد، وكان طموحي يعني أن تبقى عند محمد الخالد، لأن يعني حتى لليوم حتى ناصر الصانع لا يحسب عليه حساب معين ثاني أو اتخاذ في إجراء معين بالنسبة لوزارة الأوقاف، بالتالي أعتقد شو معنى ما تبي محمد الخالد وزارة الأوقاف؟ لا أنا في وقت الحالي أعتقد أن محمد الخالد نجاح باهر فعلا في وزارة الأوقاف، يعني الكل يرضى بما يقول محمد الخالد لسبب بأنه يعقوب الصانع ما تعتقد يعني أنه جابوه عشان يبي يلجم الإخوان هناك في الأوقاف؟ لا لا ناصر الصانع عدو لدود للإخوان، بغض النظر عن عدو لدود ما له علاقة يعني علني، يعني ناصر الصانع ما يصلح للأوقاف بتاتا، ما يصلح بتاتا جملة وتفصيلة. بعد ما شجرتنا في الكلام شوف لا تودينا، شوف أنا أعتقد بأن هو العدل أوكي، لكن لماذا يعني أنا أعتقد وزارة الأوقاف في الوقت الحالي يكون عند محمد الخالد أو شخص يعني على الأقل للتطوير. طيب شكرا كثير الشاهد. طيب التجار المتنفذون الكويت صارت بقرة، والله فعلا قاعدين بقرة حلب، شوف حلبون صافي تجوري، شوف بالرسمة بالضبط ياخذون ويدون للتجوري، يعني ما يصرفونه لا للتجوري، التخزين تخزنونه على طول. إيه ترى بنوك سويسرا هذا البنوك بنوك سويسرا. نعم طيب شوف اللي بعده، عب ميزانية الصحة على ميزانية الدولة، دكتور احتاج عمل فحوصات في الخارج. لا هذا اسقاط ترى اسقاطات يعني من جريدة الجريدة اسقاط، يعني سوالفهم دائما يعبون السوالف هذه، لا يبينون بان ترى العلاج في الخارج كله بهالطريقة، وهذا كلام غير صحيح. هناك والله الناس محتاجة. نعم عموما يمكن كانت هذه آخر فقرة اليوم، يمكن أمانة يعني قضايا سياسية مهمة جدا، يمكن توقفنا لديها، مهمة جدا موضوع المعارضة وموضوع لا أنا أعتقد والله ما سعفنا الوقت، لا ما في وقت أمانة، ما في وقت، كان يعني عندي عن تشيلسي نمر نتكلم شوية كثيرة كثيرة اجتماع النواب بدل والله كثيرة جدا اليوم ما شاء الله، يعني عادة يعني تكون فقيرة عناوين صحفنا، اليوم ما شاء الله دسمة ويوم بكره الاثنين اجتماع مجلس الوزراء، ومتوقع كما تقول صحف المحليه بالامس انه راح يكون في سحب جنازه 8 أشخاص سحب جنازيهم اليوم الاثنين، راح يكون كذلك كما قال صحف المحليه، اعتقد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين راح يكون مهم وراح تتابع بكره صحف المحليه، يوم الثلاثاء راح تبدا لجان مجلس الامه والانتخابات، وراح نبدا ثاني مره ندش بالفورم، راح نشوف يعني شوي العناوين والمنشطات الكبيره في صحفنا المحليه، ويبدا عاد مجلس الامه ياخذ الدور اللي كالعاده، يعني 3 شهور تقريبا من الاجازه راح تبدا من جديد العناوين، واللي شفناها الفتره الاخيره كانت قليله جدا، في ايام نهايه الاسبوع تكون يعني معدومه تماما، تحاول صحفنا يحصلون يعني يذهبون العناوين اقليميه ودوليه وعربيه حتى يعني يسكرون الفراغ
الموجود بإجازة مجلس الأمة. إذن من يوم الاثنين والثلاثاء راح نبدأ ونشوف، يبدو أن الساحة السياسية راح تكون شوي ملعة وتشد شيئا فشيئا. وبعد الساحة الرياضية ظهر ملعة. والساحة الرياضية ملعة. وملعة نعم. عموما أخ محمد العجمي شكرا جزيلا لك. العفو محمد. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، آمل أن تكونوا قد استمتعتوا معنا، نراكم إن شاء الله بالغد. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.